تبي ابيض ده بكام يا استاذ ابراهيم؟ 300. يا جماعه الجمبري العتيبي اللي هو حجمه كم في الكيلو دول تقريبا؟ 20 في الكيلو، 25 في الكيلو. واللي هو المتوسط عنه عامل 180. 180؟ والله كويس جدا، ربنا يحسن سوق يا استاذ ابراهيم. واللي هو اللي اقل درجه 120. بس يا جماعه والله انت هتشوفوا في الكاميرا اهو الحاجه طازه بتتكلم لوحدها الحاجه وبتعبر عن نفسها. طبعا حاجه استاذ ابراهيم دايما زي ما اتفرجتوا وتعودتوا على الفيديوهات السابقه حاجته دايما بيهتم بيها من المنشا، ما بيجيبش الا الحاجه اللي هي تصلح انها تعرض في محله باسم محله. وبتاع الجمبري بتاع الملوخيه بقى ده 80؟ 70. طب والله كويس كويس. والحبه اللي انت شايلهم للحبايب على جنب دول 200. طب والله يعني برضو الناس يعني في المتناول باذن الله. يا جماعه الناس اللي هي احبائي قناه جوهر السويس اللي سالوني عايزين ناخد جمبري اديني برشح لكم محل الاستاذ ابراهيم. المفروض ده شغال بقى يا استاذ ابراهيم. الجمبري الفريش والبلدي بس بتنزل عندك على الفرش مجمد؟ لا 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 تمام، مجرد دي ناس مخصصه والبلدي دي ناس مخصصه. طب يا حاج حنفي امانه منك كده للناس اللي بتحبك يعرفوا ازاي الجمبري المجمد مين الجمبري البلدي. نبدا بالجمبري البلدي الاول. نوريهم الاول الجمبري البلدي. اخد بال حضرتك دي جمبريه بلدي اسمها عبيدي. عبيدي في شبيهه ليها بيبقى لما اخذها من ورا الراس كده، من ورا الراس كده بتبقى حته برتقاليه، ده المجمد. ده بيبقى هنا عند الراس؟ من هنا بالظبط الحته دي كده، واخد بال حضرتك؟ فين بالظبط؟ من الحته دي كده. ايوه عند عند هنا في حته برتقاليه. الحته الفاصله ما بين الدماغ وال الله ينور عليك. ايه بقى؟ بتبقى فيها نقطه برتقاليه. نقطه برتقاليه هنا. وفي جمبري كله رصاصي على رصاصي. حسب على حسب النوعيات. طب والتماسك ولو قشرت دي وقشرت دي ما اعرفش؟ لا لو قشرت المجمد طري شويه. طري شويه يعني شوي. يعني لحمه يعني طري. طري. مش مجمد مش متماسك. طري شويه. لكن دي لو انا قشرتها هلاقيها هتلاقيها كلها بسم الله ما شاء الله. بص وتلاقيه كله مش حجم واحد، بتلاقي فيه الصغيره والوسطانيه. خد بالك تمام. حضرتك كنت اضفت لي معلومه استاذنك تقولها لنا تاني. بالنسبه للمجمد بيبقى الحجم كله واحد، حصه واحده كلها زي الفراخ مثلا. مزرعه الفراخ ده عمر يوم عمر اتنين حجم بيطلع كله حجم واحد، حصه واحده كلها بيطلع. ايه حصه واحده كلها؟ انما ده بتلاقي فيه الصغير، بتلاقي فيه الكبير، بتلاقي فيه اللي هو البلدي. تمام البلدي. المزارع بيبقى فيه كله حجم واحد اللي هو المجمد ده. والصغير ده برضه عطيل. بس ده صغير وده كبير. طب ده بكام يا حاج حنفي؟ ده ب 170 160. 160 وده؟ ده ب 120. 120. انا حاسس ان السوق مريح. السوق مريح عشان بعد العيد الناس خلاص بقى صرفت الاراضي اللي قدامها وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يبعد جديد. ربنا يبارك فيك. ربنا يوسع عليك يا حاج حنفي. ربنا يحفظك يا حاج. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. كل سنه طيب يا حبيبي. طيب يا حبيبي. شكرا يا حاج حنفي. حفظ الله. كمل. يا جماعه ادي الجمله. لا اصل هم عندهم امانه. ده مجمد. ده مجمد. الايراني ده ولا إيه؟ ايراني؟ لا اماراتي. اماراتي. بكام ده؟ ده عامل 180. 180. فصلت البلد بالظبط برضه. لا يا حاج. الجمبري بتاعنا بلدي. ده عتيبي ده؟ ده يعتبر وسط ولا كبير؟ لا وسط. وسط. بكام ده؟ ب 110. ب 110. حاجه يا جماعه بصراحه
بسم الله ما شاء الله. انتوا هتقولوا على بنفسكم الجمبريه طازه وصبحه اهي يا جماعه ب 110، حجمه حلو حجمه حلو.